السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، كلشي مزيان؟ معكم فخر الدين وعادل. فيديو جديد. هادو هما اخر 24 ساعه، قل من 24 ساعه بقى لي هنايا في المغرب. غنوريكم كي دوز. المهم في هاد اللعيبه هادي تشوفوا واحد الحاجه، هاد المره هادي راجع للشينوا، ما كاين لا دار لا قرايه لا حتى شي حاجه. غنشوفوا كيفاش غندبر على هادشي كله من الاول حتى الاخر. تعرفون بعدا واش نلقاو فين نسكنوا باش نوصلوا ولا لا. المهم انتم تشوفوا كلشي، بقى معنا حتى الاخر باش تشوفوا النتيجه الريزلت كي غيكون. وكيما ديما ما بقاوش ما نتفكوش حتى اخر لحظه. يا الله، المهم انا نتقدى شي لعيبه هنايا، وهادي اخر 24 ساعه ندوزو هنا في الرباط وسلا قرايه من جهه اخرى. وهذا المكان المهم حنا خدينا ديك اللعيبات اللي كان خصنا ناخذهم، واحد الساك وشي لعيبات. ما كاينش الشريك اللي راه جبد. المهم تنبان لكم كحال انا رمت برونزي تشعمت مره واحده، نخرجوا نبان لك. هادي 4:45 دقيقه دابا، مشي معايا عادل ما تهضرش كاع معانا هاد الفيديو. عادل فيه الجوع، عادل فيه الجوع. هاي تخدم مازال ما تخداش، قلب شي بلاصه. عمرني ما بريزونتيتو عادل الصديق، كان تيقرا معايا في ليسونس بروفيسيونيل اللي كنت درتها قبل ما نمشي العام الاخر. كنجلس حداه كاع ليكور، كنجلس حداه كاع ليكور. واش كنت في البداية كاع لي ماشي كلشي؟ في كلشي. ايوا دابا كل واحد وشد طريق، واخا كل عام تنجي نديرو الميزاجور بخير والله العظيم. بصح مابقاش لنا بزاف دابا، باقي قل من 24 ساعة وشد الطيارة ونديرو المغامرات عاوتاني ونشوفو شنو غيوقع. المهم دابا قريبة 6، انا ساليت كاع داك اللعيبات اللي عندي هنايا في الرباط، مشيت سلا اخر ليله في المغرب. وان شاء الله يمكن من هذا الفيديو ملي ندير هذا الطق صبروا غتلقاو الصباح ديال الغد. احنا وصلنا للمطار. المهم حنا راه غد ليه دابا. الفول عندي من هنا جوج سوايع بحال هكاك، ان شاء الله 7 سوايع ديال الطياره، مورا 4 سوايع، موراها شي 9 سوايع اخرى. دونك شحال في الطوطال؟ جات واحد 16 17 ساعه زائد 4 سوايع، نقول واحد 21 ساعه تقريبا. اوف، ومن مورا ما نخليكم عيان. يلاه زدنا ديك السيكيوريتي، زدنا التخربيق كامل، ما عنديش معاه. المهم او هادشي اللي كان وصول شهر. تلاقينا صدفة مع هند، عقلي عليها الفيديو ديال نانجين ديال ديك المرة نحطها لكم هنا اللي يدي عامرين تبعوا الكاسكيت راه طيبة هذيك. المهم حنا دابا نشدوا الطيارة، لقيتها صدفة هي عندها نفس الفول. المهم نركبوا دابا. المهم وانا جالس هنايا في المطار تنساين حتى لاخر دقيقة ديال باش نركب في سميتو الطيارة، تلاقيت مع واحد اللعاب اللي كنت باغي نتصور معاه نهار الماتش وما كتبش. المهم ها هو هي الفيديو تبان لكم ديال 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 فيصل الفجر. المهم انتم شوفوا التصوير. شكرا بزاف. حنا نطلعوا دابا الطياره، شحال زوينه. اخر حاجه ديرها في المغرب هي تلاقى مع فيصل الفجر، اخر واحد تهضر معنا في المغرب شي واعر. يلا حنا دابا طالعين. المهم السلام عليكم وشكرا كاع الناس اللي لقيناهم في المغرب اخر مره. المهم حنا طلعنا وحاجه اخرى عاوتاني، حنا تلاقينا بلا فامي في الطياره، انا نصوروا بلا ما يعقبيه نورمالمون تي تغفلوني سي صوروني، انا غفلتك صورتك انا حطك في الفلوق ان شاء الله. مرحبا اخويا، مرحبا بك اخويا. دابا شحال باقي؟ باقي ساعتين، قل من ساعتين باش نوصلو ان شاء الله. خوكم عيان الصراحة، نبقى نبدلو عليكم مسخسخين. انا خونا بين كانك عبد الله ياك؟ عبد الله من المحمدية. تحية للناس ديال المحمدية. ما عرفتش واش عندنا الناس المحمدية هنا ولا لا؟ غيكونوا وإذا كنت تقول لنا معنا اور فريند فروم ليبيريا. إذا كان شي واحد اللي يدير يقول علينا واخا محال واش غيكون؟ كاين موجود. الطريق اللي ضربنا كازا، شفنا
right over the sea. Oh, okay. Yeah, right over here. Okay, so you're in the coast. دابا حنا وصلنا من أثينا يونان تركيا أذربيجان هنايا سوريا العراق إيران يمكن هنا أفغانستان هما باكستان هنايا المهم والدوحة فين غاديين هنا السعودية لعيبة تنساو نقولها خوتي دابا نوصيوكم لايك ولعيبة أخرى شي شوية بدات هبطات الأيام الأخيرة غالبا حيت متنقولهاش في الفيديو تنسى تيخوكم لاش مع الفيديو كاين غير النشاط تنسى ما نقولكم مهمة بزاف باش تطلعو الفيديو كتكونتي بتا أنا شي شوية المهم لايك أو صاحبنا لايك خلي لايك أخوي دير شي لايك أخوي شنو الإحساس باش أول مرة عندي واحد ساعة ونص ولا ساعتين تقريبا مورا عاوتاني شدو تسعود السوايع ديال الفور الجيل بدا شوية كيما ماشي مشكل المرة هادي ماشي لقينا بزاف ديال شناهو في الطيارة لقيت بزاف ديال الدراري المغاربة غاديين يقراو شي وحدين منهم عرفوني المهم صافي بليزير سيتو باش يقولك شي واحد انا جاي زعما غادي للشينوا بسبابك ولا شي حاجة صافي بليزير في نفس الوقت ريسبونسابيليتي كبيرة نتمنى الدراري راهو مزيان لقاو داكشي اللي بغاو فهمتي داكشي الفيديوهات اللي كنت نديرهم ما نكونش بينت لهم شي حاجه فهمتي مزيان اكثر من اللي في الحقيقه ولا خايبه اكثر من الحقيقه ما غنمشي نحاول ندير الفيديوهات الاقرب ممكن من الواقع اللي كاين تما صافي بليزير والناس كاملين اللي تلاقيت بهم في المغرب شكرا بزاف المهم حنا زنا سيكوريتي ميما حيد الصنطه حيد الصطام حيد فلوس الصوانات حيد بورطاب حيد كاسكيطه المهم حنا دابا في مطار ديال قطر الدوحة كيما ديما هو الدب ديالنا مع شنو هاد الباندا شي لعيبة هادي اللي دابا تنساين واحد البنت تلاقيت بها صدفة كانت تقرا معايا شحال هادي باش تلقيت في الشينوية في كونفوشيوس اللي كنت شرحت لكم في ديك الفيديو لا تلقاو تاهي في الديسكريبسيون غنقول لكم واحد اللعيبه زوينه بزاف 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 انتم تشوفوها خصنا نلقاو هاد البنت هادي هند نقول لكم سميتها انا هند اللي مشينا عندهم نجينا واحد المره المهم فين هي 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 نشرح لكم اللي وقع اللي وقع هو انا فين هي بيوان بعد لا جاي اللي وقع هو تلاقيت بهين كنا نمشيو نوريكم لونج كي داير ديال البيزنس كلاس ندخلو معاها الساعه لقينا الطياره كانت تمشي علينا مشات علينا ولكن ديجا بدا لومباركومون ايوا ما كتبش باغ عاد نمشيو ندخلو تما نوريكم ناكلو ندوشو اللعيبات تشوفو داكشي في شكل ما كتبش مره اخرى ماشي مشكل جيت معطر ودخلت مع الاولين لان قاسم هادشي ولا زون جيت الزون الاولى المهم تيدخلو هاد الشيء على ود التنظيم كرا سون ختافين داني كوار على الاخرى المهم الطيارة الثانية المهم مازال لينا دابا تسعود سوايع بول ان شاء الله تسعود سوايع الله يدوز مزيان باش نوصلو لشنغاي شنغاي تما اذا وصلتي للمطار تبقى واحد الساعة ونص بحال هكاك باش نوصل للسكن ديك الساعة تمشيو مرتاحة وكلشي المهم خصنا عاد يبدا البحث على لابارتمون يبدا بزاف ديال الحوايج مزيان هاد اللعيبه هادي باش الناس كلهم اللي باغيين يجيو يشوفوا كيفاش تقلب على ابارتمون كيفاش تبدا من جديد تما شحال من حاجه المهم هاد اللعيبه تستافدوا منهم الناس بزاف وفي الاخر نحاول نشرح شي لعيبات كاينين على اذا جاء شي واحد اول مره للشينوا هادشي اللي كاين شويه عيان انا الله فاتك ليا الطريق كنا واش يدوز مزيان ولا من بعد تسعود السوايع هنايا في الطياره
قربنا شونغاي مازال واحد جوج ساعة ان شاء الله وتهبط الطيارة. انا يا شتي تقريبا العزة كلها تبقى واحد الساعة دابا تفقت وردز تيحرك بزاف ماشي مشكل. حنا وصلنا تقريبا وصلنا الحمد لله هذا هو الحال المهم العزة كاع خارجين من الطيارة وصلنا بخير وعلى خير. دابا بقى لنا نمشيو نطبعو الباسبور ناخدو الباكاج ديالنا بعدا ونشوفو شنو كاين. شحال هضرنا هضرنا بزاف ديال الطريق هضرنا من البداية ديال الدنيا حتى الآخر ديال الدنيا. جو بالي مبقاش الصهد كيما كان شحال هادي جو زوين ومن بعيد بسم الله. انا دابا ساليت كاع داك البروسي ديال التقارير خرج من هنا طبع الباسبور كلشي مهم خرجت الثقل كامل اللي عندك خديت واحد الدران ماغليف المهم اللي مولفين تناخذوه باش نجيو المطار منو غيوصلنا لواحد الستاسيون من ديك الستاسيون خصني ناخذ 10 من المترو المترو ناخذو حتى لليونيفرسيتي اللي كنت واللي مازال فيها تما نشوفو كاين نديرو نجلسو عند شي واحد على ما لقيت شي بلاصه فين نسكن. صورت حتى شي حاجه من الطريق كامل اللي تنضرب لانها هزادي هزادي اللي مور ظهري لعيبه قدامي هنايا. طيب هذه اجي نسولك شكرا او شانطه هنايا شحال ديال الزحام شوف شوف بزاف المغرب خاوي ولا حتى المغرب خاوي ايوا غادي انا وصلت كدير مع الدري. المهم حنا نقلبوا على شي وسيله كاين نديرو باش نباتوا هاد الايامات هادي ولا هاد النهار هاد الليله بعد هادي الاولى. المهم نحاول نكمل الفيديو نكمل لكم هادشي شنو غيوقع من بعد في الفلوق الجاي بعد التمارة كاملة 21-22 ساعة ما لقيناش فين نجلسو ماشي مشكل. المهم ديرو ديرو لك الجرس واللعيبات باش تشوفو لكم هذا وديرو لايك واللعيبات كاملين وشكرا بزاف على الدراري كلهم اللي تلاقيت بهم في المغرب على التشجيعات الناس تلاقينا بهم بزاف ماكنتش نتخيل الصراحة بحال هكاك الدراري اللي ما تلاقيناش بهم ان شاء الله مره اخرى قريب 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 بزاف وهادشي اللي كاين يلاه خليكم لايك لايك اللعيبات وما تعكزوش انا ما عكزتش ضربت 20 ساعه ديال الطريق. يلاه السلام عليكم اخوكم سالي تشاو.